أكيد مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير ورشا. دائما متعودين بصباحاتنا نستضيف المواهب، وخصوصا بنحب المواهب الصغيرة دائما يلي بتكون بتجمع هيك بين التفوق الدراسي وبين موهبتها. أكيد، ودائما مثل ما قلتي بنحب نضوي على هدول الشباب يلي هنن بحاجة اليوم للدعم الإعلامي والإضاءة، إن كان بصباحنا غير وببرامج تانية. اليوم ضيفنا لليوم هو الشاب شادي يحيى. شادي هو عازف موهوب على آلة العود وآلة الأورج، بالإضافة لتفوقه مثل ما قلتي بالدراسة. لنحكي أكثر ونعرف مسيرة شادي اليوم وكيف حيكون حلمه لبكرة. أكيد من لك صباح الخير يا شادي. صباح النور ويسعد صباحكم. كيفك؟ تمام؟ تمام. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر عليك شادي، قديش عمرك؟ 14 سنة، حاليا دراسة شهادة وحصالة صف تاسع. كيف العزمات على الدراسة؟ منيح الحمد لله. العزف أخذ أكثر وقت أو الدراسة اليوم؟ لا الدراسة، الدراسة بوقت فراغ على العزف. قد إيه لك عم تعزف شادي؟ والله وقت كان عمري 8 سنين بلشت عزف على الأورك، وبعدين خلصت قررت إنه توسع هسه بمجال الموسيقى، بلشت على العود وحاليا على العود. شو رأيك نسمع شيء؟ لازم نسمع شيء. لازم نسمع شيء كرمال هيك نقدر. اليوم نحن ما لنا بتقييم لعزفك، ولكن نحن اليوم مشجعين لإلك ولكل حدا عنده هاي الموهبة الحلوة. تفضل. هاي غناية للفنان فؤاد غازي. عليك اليوم هيك اغاني؟ لا شو خليت لنا قلنا يعني. يعطيك العافيه شادي. خلينا نحكي شادي، انت بتعزف على العود وكمان على الاورج. قد ايش صار لك بتعزف تقريبا؟ وايمت بلشت؟ عم تاخذ حاليا دروس؟ في حدا بيعلمك؟ هلا حاليا لا، وقفت مشان الشهاده. وعندي خالي بيعزف عود، هيك اخذت منه هاي الفكره وقررت. هو بيعلمك؟ لا هو ما عنده انه وقت ليعلمني. سجلت معهد عندنا واستاذي عم بيعلمني. طيب شادي، خلينا يعني بنقول اليوم الخال هو الداعم لإلك والأهل. الأهل والخال والست. شو أهم المعزوفات اليوم أنت متمكن منها، قادر أنك أنت اليوم بتعزف سماعي؟ سماعي ونوطة. اليوم كتير مهم يعني بالموسيقى نحن نتعلم نوطة كمان يعني غير السماعي يعني. إيه بس إنه يعني لا بأس إنه سماعي نعزف سماعي. حلو. شو بتميل لشو بتميل؟ احنا بنشوف هيك بعمرك بحبوا ام كلثوم عبد الحليم، بس بعدين بيتغير المسار كله بنروح شيء ثاني. لا الفنان وديع الصافي. يمكن هو مختار رشا آلة العود، هي نمط فيها شرقي، فاجباري الواحد بده يرجع لهي الاغاني اللي احنا مسمين اغاني الزمن الجميل والعمالقه حتى يقدر يتعلم. انه بس الواحد يسمع هي الاغاني او يطبقها بيقولوا انه تلقائيا كانك انت عم تاخذ درس بالعزف. مين اختار لك اليوم وقت اللي حبيت انك تدخل موسيقى؟ مين اختار العود؟ هو شيء انا ما اخترت العود، بلشت اورج اول شيء، رحت بس خلصت قررت اني اتوسع بمجال الموسيقى وبلشت على العود. عم شوف اليوم الاطفال عم يروحوا للاورج فورا، يعني بجوز الموجه اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا او مكان هلا بالحفلات، فعم يروحوا بيستسهلوا القصه. اليوم هو اسهل من العود صح؟ ومن الجيتار.
شادي يرجع هيك حكينا بالتفصيل. اول مره عزفت فيها قلت لنا من 7 سنوات يعني كنت صغير لساتك. شو عملت؟ كنت تشوف العود بلش هيك تجرب عليه ولا لا؟ كيف بلشت؟ انه نمسكه هيك ندندن شوي. كان عندكم بالبيت؟ لمين كان؟ لا اشتريناه من المعهد. قد اشتريته؟ شادي احنا هيك اليوم حابين نسمع اكثر، يعني محضر شيء ثاني؟ غناية تراث. يلا تفضل. حكيت لنا انه انت مسجل بالمعهد، خلينا نحكي ما في مراحل يعني مريت فيها، ما في صفوف انتقاليه يعني كنت تخلص كورس معين تنتقل لكورس، يعني باي مرحله صرت بالتعليم؟ انا اخذت عشوائي، ما كنت اخذ مراحل، عشوائي هيك. بعدين هلا الشهاده وقفنا المعهد ولا عشوائي ولا مركز بالشهاده اليوم. لا ضروري لازم، يعني اليوم كل حدا فينا عنده حلم، حتى لو مرقنا بمراحل عمرية كبيرة بيضل عنا أحلام. يوم شادي أنت اليوم عم ترسم هذا الحلم، شو طموحك؟ دراسة هندسة عمارة وكمل بالعزف. ممكن يوم بيوم الأيام تفكر أنك تكون تعطي أنت الموسيقى، تكون مدرس بمعهد؟ بجوز بجوز. إن شاء الله يا شادي بنتمنى لك كل التوفيق ونشوفك هيك من الأسماء السورية اللامعة بمجال الموسيقى إن شاء الله. شكرا لإلك ونورت صباحنا لليوم. شكرا كثير لك شادي، واكيد نتمنى لك كل التفوق بشهادات التعليم الاساسي، وان شاء الله بنشوفك هيك اهم عازف ومنحضر لك حفلاتك كمان. اهلا وسهلا فيك.